خروج يا صبي يا صبي. الآن سيتم تفجير الدفعة الأولى. يا راشد الله أكبر. ما شاء الله عمل. انتظروا للدفعة الثانية. الدفعة الثانية الذي سيتم تفجيرها الآن هنا تحت التبة تتكون من 8 حفائر. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الدفعة الثانية. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا هو مفعول الدفعة الثانية. انتظروا إلى الدفعة الثالثة. وهذه الدفعة الثالثة. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. إنجاز جبار. عباقي دفعة. فانتظروا. وسبب تفجيرها طبعا إلى دفع هو تباعد الحفائر في أماكن محددة. ما شاء الله ما شاء الله. أما الإنجاز عمل عمل. الدفعة الأخيرة الآن سيتم تفجيرها. انتظروا. الله أكبر. ما شاء الله. هذه آخر دفعة. الآن إن شاء الله تشاهدوا إلى مفعول الحفائر بالكامل الذي تم تفجيرها اليوم في الساعة 10:30 صباحا يوم الخميس.